وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام لكل من يعكس الجمال مهما كان مرهقا من الداخل، لمن ينشر طيب الكلام مهما كان قلبه مثقلا بالهموم، لمن يحرص على مشاعر الآخرين ولا يجعل ظروفه مبررا ليجرح غيره، لمن يقدم الوردة لمن حوله حتى لو جرحته الأشواك. أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب في الصف الثالث الثانوي، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من دروس اللغة العربية، حيث ما زلنا في الأدب وقضايا المجتمع الكبرى. وتناولنا أول قضية اجتماعية، ألا وهي قضية الفقر. وكما قلنا، قضية الفقر هي قضية قديمة جديدة، وهي قضية يعني أرقت المجتمع منذ القدم حتى وقتنا الحاضر. فالفقر، هذه القضية الاجتماعية، نجد أن شاعرنا الجزار تناولها وتحدث عنها، لكن ما ميز هذا الطرح على أنه يعني بقي آني حيني، لم يرقى إلى مستوى القضية الاجتماعية. وتم يعني عزينا ذلك لسببين كما رأيتم. السبب الأول يعني مناقشة هذه القضية الاجتماعية وفق منظور ذاتي، يعني هو تحدث عن فقره ولم يتحدث عن الفقر في المجتمع ككل، هذا سبب. والسبب الآخر تناوله للقضية الاجتماعية بأسلوب ساخر، يعني أسلوب يعني يعتمد على الهزل أكثر منه على الجد، لذلك لم نتعاطف معه كما رأينا، وبقيت هذه المشكلة آنية حينية. إذن القضية الاجتماعية التي تناولناها كانت قضية الفقر، وكثير من القضايا أيضا التي تناولها الأدب العربي. فأيضا من القضايا الاجتماعية التي سنتناولها في هذا اليوم، يعني هي قضية أيضا ليست بجديدة في المجتمعات. لو تأملنا في هذه الصورة معا، يعني نجد أو نلاحظ يعني عادة قد انتشرت في المجتمع، ألا وهي الرشوة. نعم، إذن الرشوة هي عادة انتشرت في مؤسسات الدولة. إذن سيكون نصنا لهذا اليوم للحديث عن قضية اجتماعية بعد قضية الفقر، هي قضية الفساد الإداري. ما معنى الفساد الإداري؟ الفساد الإداري يعني هو الفساد الذي انتشر في دوائر الدولة في مؤسساتها، من أصغر مؤسسة إلى أكبر مؤسسة، نتيجة تحكم الموظفين في معاملات المراجعين واعتمادهم على الرشاوة، اعتمادهم على التأخير في إنجاز هذه المعاملات، وعلى المطل والتسويف وغيرها من الأشياء التي يعمد إليها الموظف، من التكبر ومن قسوة القلب ومن الخداع الذي يعني يمارسه ضد المراجعين. فقضيتنا الثانية هي قضية الفساد الإداري، ويحمل النص عنوان كم في الدهر من عبر، كم في الدهر من عبر. ماذا سنتعلم في لقاء اليوم؟ بداية سنقرأ النص قراءة جهرية صحيحة معبرة، ثم سنقوم بشرح المفردات الجديدة، وهذا يساعدني على شرح النص شرحا وافيا. بعده سنقوم بتطبيق ما تعلمناه في لقاءاتنا الأولى من أساليب وألوان البديع والبيان وعلم المعاني وما يتعلق بالصرف أيضا. كلمات مفتاحية لابد أن نتذكرها دائما هي المطل والتسويف، يعني هناك عبارات تذكرني في النص كم في الدهر من عبر. المطل والتسويف، وهذه يعني مصطلح، يعني دائما مصطلحات نرددها حتى في حياتنا اليومية، المماطلة، وأنا أقول فلان بطلي
أو يماطل في دفع ما يترتب عليه، والتسويف يعني الذي يعيشنا بالأمان، ويعني يرجئ الوعد ويؤخره. أيضا من الكلمات المفتاحية هي أقلام دولتنا، والأقلام هنا يعني هذا استخدام مجازي، يقصد بأقلام الدولة يعني أقسام المؤسسة، أقسام ودوائر المؤسسة. أيضا من الكلمات المفتاحية جز من الطوف، وأيضا كلمة الخنافس التي ستمر معنا بعد قليل. إذا ما معنى جز من الصوف؟ يعني كومة من الصوف. ما علاقة الصوف وجز الصوف في معاملات الدولة؟ كل هذا سنراه في ثنايا الأبيات.